احنا بدنا نروح اخي. ايه روح. ان شاء الله الف مبروك على السفينه والشغل الجديد اخي. الله يوفقك وينولك اللي ببالك. ان شاء الله. الف مبروك سيفي علي. تسلمي. يلا كمان. شو هاد؟ ولي والله ماله قليل اخوك بالمره، كيف قدر يعمل فيهم هيك؟ ليش جميله قليله؟ من وين تعرفت على هذا حكمت كارجي صاحب الشركات وشو إلى شغل معه؟ والله ما بعرف. شو صار لك؟ علي طول بالك لنعرف شو نعمل. اهدى شوي والا انت بيرجع يمرض كمان ويضايق حاله. ومين هذا اللي جاي؟ مرحبا. أهلين. عملتوا افتتاحية كمان؟ ايه وخلصنا. تفضل مين بدك؟ بدي شوف أدهم بيك. مو هون، بعد شوي بيجي. أنا شريكه بيشوفني أخدمك. بنتي عايشة بألمانيا، ولدت ولازم أطلع شوفها، وبدي كم شهر لأرجع لهون. لهيك إذا في مجال تقول لأدهم بيك يحط لي إجرة السفينة بحسابي بالبنك. نعم، إجرة أنا سفينة. كارولين، شو بيعرفني؟ علي شو يعني نصب علي؟ فهميني. انا كم مره قلت لك لا تفكر تشتغل مع هذا الزلمه ولا تقربه؟ انت ما سمع كلامي علي. مرحبا قبطان. كارولين شلونك؟ كيف ماشي الأمور؟ الافتتاح كان حلو؟ حلو كتير أدهم، بس راح عليك وهلأ بدنا نسكر. عرفت يا كلب؟ فهمت؟ لك شو فيه؟ عم تسأل شو فيه؟ ولك بدك تنصب علي ولا رجع مصاري؟ ليش من وين لي المصاري؟ لا تسلب علي، رجع المصاري وإلا بدبحك بأرضك، فهمت؟ لك خذ مصاريك يا كلب. بالله بدك مصاري؟ حصل إذا بتحصل. وهي على البيعة كمان. شو مفكرني يا غبي؟ دعوة جهني، عامل حالك زلمة؟ زلمة غصبا عنك يا خروق. خلاص Oh!
بعطيش. هي هي يا سيدي، والنصاب اللي عم يدعي انه سفينته له بيكون قاعد جوا هلا. لك الحقوني يا بوليس، تعالوا الحقوني بسرعه، لك تعالوا ساعدوني، جوزي وقع بالمي هلا. تعالوا معي، تعالوا الحقوه لعلي، ساعدوا يلا تعالوا مشان الله. جيبوا لي الدولاب وخذوا هلا على هنيك بسرعه مشان الله، ساعدوه بسرعه. دخيلكم تعالوا معي يا خانم علي، يلا امشي معنا علي، طولي بالك ما تخاف لجوزي. بسرعة بسرعة علي، خلص يا خانم ما تخافي علي، رح ينقذوه. اهدي اهدي علي، قولي بالك يا خانم، اهدي اكيد لقوه، ساعدوه مش الحال، اهدي علي. رح يطلعوه، بس انتي طولي بالك، طولي بالك شوية.